في رد فعل على قرار الرئيس دونالد ترامب بتخفيف الحكم الصادر بحق روجر ستون، أعلنت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي عن خطط لتقديم تشريع للحد من سلطات الرئيس المتعلقة بالرأفة والعفو عن الجرائم. وفي الوقت نفسه دافع روبرت مولر المستشار الخاص السابق الذي تولى التحقيق في التواطؤ بين روسيا والحملة الانتخابية لترامب عن اتهامه لستون قائلا إنه لا يزال مجرما مدانا. سجلت منظمة الصحة العالمية رقماً قياسياً بلغ 230,370 حالة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم يوم الأحد، حيث كانت أكبر الزيادات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وجدير بالذكر أن حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهوره قد بلغت قرابة 13 مليون شخص، بينما توفي أكثر من 566 ألفاً. وعلى صعيد آخر، سجلت ولاية فلوريدا رقماً قياسياً بين الولايات الأمريكية بأكثر من 15 ألف إصابة جديدة، وقد تجاوزت الحالات في جميع أنحاء البلاد 60 ألفاً لمدة 3 أيام متتالية. أعلن أندري دودا فوزه على منافسه الليبرالي رافال تيرزاسكوفسكي في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في بولندا، بينما كان متقدماً بنقطتين مئويتين فقط في استطلاعات الرأي. هذا وقد رفض تيرزاسكوفسكي إعلان هزيمته بهذه السرعة. جدير بالذكر أن دودا يحظى بدعم من حزب القانون والعدالة الحاكم الذي يتبنى سياسات مناهضة للمثليين واتهم بتقويض سيادة القانون. قال أمين الخزانة في أستراليا جوش فرايدنبرغ إن معدل البطالة الفعلي في البلاد يبلغ 13.3%، أي أنه أعلى من معدل البطالة الرسمي البالغ 7.1%. هذا ويضم معدل البطالة الفعلي أولئك الأشخاص الذين اختاروا عدم البحث عن عمل. وصرح فرايدنبرغ قائلاً: هذا عدد كبير من الناس يعكس التحديات الاقتصادية التي نراها الآن. ناشد أكثر من 80 شخصاً من أصحاب الملايين من الولايات المتحدة وست دول أخرى حكوماتهم لفرض ضرائب أكثر عليهم بهدف الإسهام في برامج الإعانة التي فرضتها الحكومات على أنفسها في ظل الأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا. ويبرز من بين أولئك الذين أطلقوا على أنفسهم اسم أغنياء من أجل الإنسانية من أمثال وريث شركة وول ديزني أبيجيل ديزني والمدير العام السابق لشركة بلاك روك موريس بيرل ورجل الأعمال الدنماركي الإيراني جعفر شالشي.